إذا أذن لي صاحب المعالي معالي الوزير بتعقيب في دقائق معدودة أعقب به على قضية الإلحاد، وأنقل فيه لأصحاب المعالي الوزراء والضيوف الكرام خلاصة التجربة عندنا في مصر في هذا الأمر إن أذنتم لي. شكرا جزيلا صاحب المعالي. أستأذنكم في عجالة شديدة السرعة، منذ سنة 2012 وعندنا في مصر دراسة لقضية الإلحاد إلى اليوم، وقدمت قبل سنتين برنامجا في 24 حلقة في التلفزيون في مصر حول قضية الإلحاد، فألخص خلاصة هذه الخبرة والتجربة بموضوع الإلحاد في دقائق شديدة السرعة. أولاً، الإلحاد له أربعة أسباب. السبب الأول قبح الخطاب الصادر من تيارات التطرف التي صدرت خطاباً قبيحاً صارخاً دموياً أدى إلى ردة فعل أورثت بعض الشرائح نفوراً من قضية الدين بالكلية. السبب الثاني التخلف الحضاري في بعض دولنا وأوطاننا وفي أوضاعنا عموماً كمسلمين التي جعلت بعض الشباب ينبهر بحضارة أخرى أدت فلسفتها في نهاية الأمر إلى إنكار قضية الألوهية. السبب الثالث الأمية الدينية عند بعض شرائح شبابنا التي جعلت الأوليات من شؤون الإسلام وعقائده مجهولة وغائبة. السبب الرابع هو عالم السوشيال ميديا المفتوح الذي يمكن أن يكون منبراً لنشر العلم والهداية، لكن يمكن أن يكون مصدراً للخطر كذلك. هذه أربعة أسباب للإلحاد بعد تأمل ودراسة. القضية الثانية، مر الإلحاد في بلادنا وفي منطقتنا بعدة أطوار. كانت هناك موجة من الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات، كان عندنا منها في مصر إسماعيل مظهر وإسماعيل أدهم ومنصور باشا فهمي قبل أن يعود إلى رشده، كان منها في العراق الشاعر الكبير جميل صدق الزهاوي والشاعر معروف الرصافي وأسماء أخرى أعلنت الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات، ثم انطوت هذه الموجة تماماً وكانت ظاهرة فردية في ذلك الحين، ثم طرأت موجة أخرى في السبعينات كان من أشهر رموزها عندنا في مصر الدكتور مصطفى محمود الذي ثاب إلى رشده وألف كتابه حوار مع صديق الملحد وكتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، ثم تأتي الموجة الثالثة المعاصرة التي نشهدها اليوم والتي بدأت في العالم من حولنا سنة 2005 في أوروبا وفي عدد من الدول، ثم تصاعدت عندنا بعد الأحداث في 2011 التي شملت عدة دول من محيطنا العربي والإسلامي. الموجة المعاصرة من الإلحاد الحديث هي أشدها خطراً لوجودها في زمن السوشيال ميديا الواسع الانتشار، ولأنها واكبت موجة الإرهاب التي عانينا منها في السنوات الماضية فأعطت دفعاً كبيراً في اتجاه النفور من الدين. هذه قضية أخرى. القضية الثالثة، الملحدون أربع طوائف. الطائفة الأولى الملحد المطلق الذي لا يعترف بوجود الإله أصلاً، وعلى رأس هؤلاء المنظرين للإلحاد حالياً الفيزيائي الكبير ستيفن هوكينج الذي يرى أن القانون الفيزيائي هو الذي أنشأ العالم، والملحد المشهور دوكنز الذي ألف كتابه وهم الإله، هذا الملحد الذي لا يؤمن بوجود أصلاً للألوهية. الطائفة الثانية الملحد الربوبي الذي يعتقد بوجود قوة غيبية ما أوجدت العالم ثم ينكر الوحي والنبوات والرسل ويقول أكتفي بأن أؤمن بقوة مبهمة أوجدت العالم ثم لا تطالبوني بالإيمان بشيء زائد. وأشهر منظر للإلحاد في هذه الشريحة هو الملحد أنتوني فلو الذي كان قد ألف كتابه There is no God، ثم بعد 70 من عمره جعل الكتاب عنوانه There is God وقال إنه يؤمن بوجود قوة غيبية وينكر النبوات والرسل. هذه شريحة ثانية من الملحدين. الشريحة الثالثة الملحد اللا أدري الذي يقول لم أعد أستطيع الجزم بوجود إله أو بعدم وجود إله، وأشهر منظر للإلحاد في هذه الشريحة برتراند راسل وهيكسلي وداروين صاحب نظرية التطور. الشريحة الرابعة من الملحدين المنفجر نفسياً، هذه شريحة قد تكون الأكثر انتشاراً في بلادنا وأوطاننا وهي الأقل احتكاماً إلى الدليل العقلي. هي شريحة هشت النفس، تحملت في السنوات الماضية ضغطاً كبيراً من موجات الإرهاب فصارت تأخذ موقفاً نافراً من الدين
وعند التحقيق يقول أنا لا أنكر وجود الله لكنني غاضب من الله لكثرة ما رأيت من الشر في الكون. فانتقلنا إلى معضلة وجود الشر في الكون التي عاشتها أوروبا في القرن 18 والتي ولدت موجة النزعة التشاؤمية التي ترى العالم كله شر عند فولتير، النزعة التفاؤلية التي ترى العالم محكم عند لايبنتز، النزعة الشكية عند ديفيد هيوم. سريعا حتى أختم كلمتي وأعتذر عن الإطالة. فتشنا على مدى سنوات مضت في كل شبهات الملحدين، فوجدنا أن هناك 70 شبهة يمكن أن تصنف تحت ثلاثة منافذ علمية، ثلاث علوم محددة. الأول الكوزمولوجي أو الفيزياء الكونية التي ترى القانون الفيزيائي موجداً للكون والتي تولد شبهات حول وجود الإله جل جلاله. الأمر الثاني الداروينية والداروينية الحديثة. الأمر الثالث نيورو ساينس أو فلسفة الوعي والذكاء والإدراك، وأشهر منظر للإلحاد من خلالها دانيال دانيت. خلاصة القول، ما السبيل الأمثل للتعامل؟ طبعاً هناك سمات نفسية للملحد. صاحب المعالي، صاحب المعالي أعتذر عن الإطالة. ختاماً، شكراً جزيلاً صاحب المعالي. ختاماً، السبيل الوحيد للتعامل مع الإلحاد في ظل عدم اعتراف هؤلاء بالقرآن الكريم أو بنصوص السنة المشرفة، عدم اعترافه بأدلة الكتاب والسنة، لابد من الرجوع إلى الأدلة العقلية التي تستطيع إيقاء إقامة الأدلة والحجج على وجود الله ثم على النبوات والانتقال منها إلى جدلية الإيمان. شكراً معالي الوزير وأعتذر عن الإطالة. شكراً جزيلاً.